في تداول مستخدمين مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا الفيسبوك مقطع فيديو لطيف جدا لقط حاول ان هو ينقذ نفسه بان هو يرمي نفسه من اعلى صندوق زي ما حضراتكم كده شايفين كان متعلق على الحيطه. ظهر القط ده متعلق في الصندوق بايد واحده وكان خلاص هيقع، ولكن كان في قطتين تانيين استقروا على الصندوق قاعدين على الصندوق من فوق وهم في امان شديد جدا، وده اضطر ان القط الاولاني ان هم يعني انه يطلع غصب عنهم ويحاول ان هو يوقعهم عشان ينقذ نفسه باي طريقه. قط اناني برضه يعني القط اناني جدا اللي هو انقذ نفسي، هو ولكن مش اناني دلوقتي، بس القط الطبيعي انه ما يبقاش اناني يعني. انا ما بحبش القط يعني اي حاجه، هو القط اعتقد ان هو بيبقى غدار اكتر من الكلب، يعني دايما يقول لك ان الكلب وفي ولكن القط احيانا بتغدر، بس هي دلوقتي عشان القط ده ينقذ نفسه كان عايز يوقع الاثنين التانيين. يلا ما علينا.